أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق وعز المرسلين سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد والصلاة والسلام على آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين في هذا اليوم المبارك من عاشوراء في هذه اللحظات نقول للعالم أجمع إن حسينا لم يمت سنة 61 للهجرة بل ابتدأ حياة وعزا لهذه الأمة وإننا نجدد له في كل عام البيعة بالدموع بالصراخ باللطم بالبكاء بالدماء بالأشلاء أتذكره واقفا بين هؤلاء الأوغاد 30,000 ويقول تبا لكم وترحى يا أيتها الجماعة حين استصرختمونا والهين أجبناكم موجفين سللتم علينا سيفا هو لنا في أيمانكم وحششتم علينا نارا طدحناها على عدونا وعدوكم فأصبحتم إلبا على أوليائكم ويدا عليهم لأعدائكم بغير عدل أفشوه فيكم فأصبحتم إلبا على أوليائكم ويدا عليهم لأعدائكم فأنى لكم الويلات تركتمونا والبأس ضامن والأمر لما يستحفظ وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين بين السلة والذلة وهيهات منا الذلة هيهات منا الذلة هيهات منا الذلة هيهات منا الذلة هيهات الله لنا ذلك يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون وحجور طابت هذه هي كلمات الإمام الحسين عليه السلام يوم العاشر من المحرم هذه هي معاني الإمام تكلم عن الناس الذين باعوا ضمائرهم وكأني بالإمام زين العابدين المكبل بالسلاسل يقول ليزيد ابن معاوية أبي الموت تهددني يا ابن الطلقاء إن القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة هذه كلمات إمامكم هذه حياة إمامكم في هذه الأيام وهذه اللحظات لا يمكن للمرء إلا أن يذكر صاحب العزاء الحقيقي مخلص البشرية نور عين الزهراء صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف لابد أنه كان معكم في هذه المسيرات العشرية لابد أنه يحضر مجالسكم لا تنسوا هذا الإمام هذه الليالي التي تمر عليه بالدموع بالحزن بالأسى لا تمرن عليكم فقط مجالس العزاء ببكاء للحظات ثم ينتسى الأمر إمامكم يقول لو أخرت بالدهور لأبكينتك السلام عليكم بدر جزاكم الله خير تقبل الله اعمالكم ان شاء الله ان شاء الله الامام الحسين يهب ان شاء الله اهل البيت ان شاء الله ان شاء الله you have a word to say Do you have a word to say? Yeah, for sake of Imam Hussain. Thanks for all the people. Yeah. Thank you guys. Yeah. Was it for you guys? Yeah, this would have happened. Procession of Imam Hussain. Yeah. Inshallah, we will next year. And in the chair of Arba'in, we will see again. Inshallah. Inshallah. We want to invite all the mu'minin and women. Inshallah. 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 No matter what the temperature is, what the weather is. That's it. Inshallah. For sake of Imam Hussain. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Can I have some tea? Hi, Mama. أميركم علي بن أبي طالب يقول من بين ما يقوله بأنه إذا رأيتم الدماء في الكوفة في البصرة في النجف
في مشارق العراق ومغاربه، هذه من أشد العلامات. إذا أردتم حجم الحائط، إذا رأيتم حجم الحائط في العراق، هذه من العلامات. يقتل كل إنسان يقول إني أحب علي وفاطمة، واليوم نرى ذلك بأم العين. تقتلون فقط لأنكم أتباع الإمام أبي الأحرار، أبي الشهداء، الإمام الحسين. هنيئا لكم، طفل رضيع يقتل في عزاء، لا لشيء، بل لأنه جاء يعزي صاحب الزمان. نساء تقتل، أولاد يقتلون في سوق يذهبون للتسوق من أجل خدمة الحسين. هل هذا هو العدل؟ هل هذه هي الإنسانية؟ نحن طالب العالم أجمع أن يقف معنا. نحن المظلومون، نحن المستضعفون، نحن أناس لم نأتي لا لنعتدي على أحد ولا لنأذي أحدا. نحن أناس مجروحين مأذيين، نبكي في كل يوم إمامنا. دعونا نبكي، لكن يريد يزيد الجديد، يزيد هذا العصر الذي يوم يمنع الحجاج، يوم يضرب المعتمرين، يوم يؤذي مسيرات الحسين. هؤلاء هم السفياني الجديد. نعم، السفياني على الأبواب والحجة على الأبواب. فإن كنتم فعلا عازمين على نصرة إمامكم صاحب العصر والزمان، فلبوا نداء الحسين بصيحة لبيك يا حسين. لبيك يا حسين، 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 لبيك يا حسين. إذن اليوم أنتم جميعا باختلاف ألسنتكم، من باكستان، من العراق، من لبنان، من كندا، من مشارق الأرض ومغاربها، أتيتم لتبايعوا الزهراء، لتبايعوا الحسين، فهنيئا لكم. هذا البر احتسبوه غدا يوم القيامة عند فاطمة. هذا البر احتسبوه عند الحسين، يأتي رأسه بين يديه. فقل له: سيدي مولاي، أنا سرت في هذا الطريق، برد أولادي، بردت نسائي، لكن إني لك وفي خدمتك حتى قيام الساعة. ختام هذه مسيرة، ولا أدري إذا كان هناك ختام أو ختام كلمتي، لعل أقول للإخوة والأخوات: تستمر بكم المجالس، تستمر بكم المسير، لكن أعدوا فإن الفرج قريب. فليهيئ الإنسان التوبة، فليهيئ الإنسان السيد لذلك. I would like to say briefly that inshallah all the cold weather that you suffered, inshallah, in the day of judgment, go to Fatima al-Zahra and say, I served Imam Hussein, my children was cold, my wife was cold, I was cold in Montreal, Canada. So Imam Hussein is going to heal you, is going to give you inshallah the highest place next to Imam Hussein, inshallah. All of you gathered every year for this procession, for the birthday of Imam Hussein and for the temple of Imam Hussein alayhi salam. So may Allah give you the reward. My صاحب الزمان, that's our honor, our majesty. It's very close to the top of my صاحب الزمان. So prepare yourself for tawbah, for istighfar, for tawbah, and every day you will be the Christmas Karbala Ashura. Every day is Ashura, and every place is Karbala. In our hearts, Imam Hussein, we're going to be saying 100 million times, oh Imam Hussein, I really love you, because you are the father of freedom and the father of people that love Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.